يسوع وعاشوراء، التاسع من شهر المحرم الذي يصادف هذه السنة اليوم الأربعاء، والعاشر الذي يصادف يوم الخميس، هما يومان ندبنا إلى صومهما نبينا صلى الله عليه وسلم. إن كان الصوم في شهر محرم أي وقت فيه هو من أفضل الصيام، لما صح في الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر ظاهر محرم، ولكن لا أقل من أن يصوم المؤمن في المحرم الذي عنده رغبة وقدرة وفراغ أن يصوم يوم التاسع وعشرة والأيام البيض من هذا الشهر إن لم يصوم زيادة على ذلك، فأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال صلى الله عليه وسلم عن يوم التاسع: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. قال ذلك في أول السنة الحادية عشر من هجرته، فما عاش بعدها إلا صفر شهرين، صفر وربيع الأول، فتوفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي لفظ: لأصومن التاسع والعاشر، ليخرج عن مشابهة اليهود فيصوم يوما قبله، ومنهم من يحتاط اليوم العاشر فيصوم قبل يوما قبله ويوما بعده، والأمر في ذلك واسع، وصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب عام كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وكذلك يسن فيه التوسعة على العيال، ومن وسع فيه على عياله وسع الله عليه رزقه طول عامه وطول سنته. وبذلك صار الأخيار في الأمة لا يخلون مثل ذاك اليوم من خيرات يقومون بها شكرا لله تعالى. وفيه ذكرى نجاة سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل، وهلاك فرعون وقومه في يوم عاشوراء. قالوا أن الله تعالى أوفد البشير ورد البصر على يعقوب في يوم عاشوراء. وكما يروى أيضا أنه كان توبة الله على آدم في يوم عاشوراء إلى غير ذلك. وفيه أيضا يوم أيام وصول سيدنا نوح عليه السلام من بعد الطوفان إلى الأرض ورست به على الجودي، فكان ذلك في اليوم الثامن من شهر محرم الحرام أو اليوم التاسع، ثم صام بعد ذلك شكرا لله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك مما روي في الآثار والأخبار عن هذا اليوم الفضيل. ويذكر عن سيدنا علي أنه قال: من قرأ سورة الإخلاص ألف مرة يوم عاشوراء نظر الرحمن إليه، ومن نظر الرحمن إليه لن يعذبه أبدا. كان يحرصون أن لا يمضي هذا اليوم إلا وزاروا عالما وعادوا مريضا ومسحوا على رأس يتيم وتصدقوا بصدقة، إلى غير ذلك من أنواع القربات والطاعات المقربة إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا كان اعتناء المؤمنين في تبعية المصطفى الذي قال: أنا أحب بموسى منكم، فاحتفل بهذا اليوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.